تحياتي واحترامي لكم جميعا. اليوم عقد اجتماع مجلس الوزراء السادس من تموز عام 2021، وكانت هناك جملة من المواضيع التي ناقشها المجلس يقف في مقدمتها الديباجة التي قدم بها السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الحديث عن الكهرباء وكذلك عن توزيع قطع الأراضي للمواطنين. عن الكهرباء تعلمون أننا تعرضنا إلى تحديات جسيمة في الأسبوع الماضي، كان هناك انهيار في الشبكة، رافقه أيضا هجمات إرهابية على أبراج الكهرباء. كل ذلك حدث وأثر بالطبع على تقديم الخدمة إلى المواطنين، لكننا بالمقابل أيضا عالجنا هذا الموضوع بسرعة، والإشادة واجبة لقواتنا الأمنية التي استطاعت أن تلاحق هؤلاء الإرهابيين الذين يهاجمون أبراج الكهرباء ويحاولون في هذا الصيف، في هذا الشهر تموز، أن يعطلوا خدمات الكهرباء للمواطنين. أنا أعتقد الآن الوضع مستقر، واستضيف اليوم وكيل وزير الكهرباء ليبصر المجلس بواقع منظومة الكهرباء في العراق، وحضر وتحدث عن واقع المنظومة. في الإنتاج هناك تزايد، حيث بلغ إنتاج الكهرباء حوالي 21,000 ميجاوات. نعم هناك تحديات نعرفها، لكن هذا لا يحول دون زيادة الإنتاج، فقد عملت هذه الحكومة على فتح محطات كهربائية جديدة معلنة، قسم منها فتحها السيد رئيس مجلس الوزراء بنفسه في المحافظات. أيضا هناك طمأنة على تدفق الغاز الإيراني الذي يشغل بعض محطاتنا، وبالتالي سيبقى توليد الكهرباء في مستوى جيد. أيضا مشاريع التي نعمل عليها منذ مدة، منها الربط الخليجي خاصة مع الكويت، وأيضا الخط الأردني والخط التركي. مع كل هذه التحديات، حين تتعرض الأبراج إلى تفجيرات والشبكة إلى بعض الأعطال والانهيار أحيانا، الآن استطعنا وبفضل القوات الأمنية أن نواجه هذه التحديات، ونأمل في الأيام القادمة أن يتصاعد إنتاجنا. المتطلبات كثيرة لوزارة الكهرباء، تعلمون أن المسألة معقدة في الكهرباء، هي ليست مرهونة بعمل هذه الحكومة، هناك سنوات مديدة من سوء الإدارة ومن الفساد ومن الفوضى في إبرام العقود، وهذا أمر بات معلوما ومعروفا لا يتحمله أحد ولا حكومة واحدة. لكن هناك رغبة في هذه الحكومة في أن تصحح هذا المسار، مسار قطاع الكهرباء، في هذه المدة القصيرة وفي الإمكانات المتاحة. الحكومة تعلمون أن أكثر أشهرها التي عملت فيها كانت بلا موازنة، والآن تعمل بموازنة، وإن شاء الله نحاول أن نقدم شيء في هذا الموضوع. واليوم طلب السيد وكيل وزير الكهرباء مبلغا عاجلا، وهو 50 مليار دينار عراقي للصيانة، ووافق مجلس الوزراء على منح هذا المبلغ العاجل لوزارة الكهرباء. في الديباجة أيضا تحدث السيد رئيس مجلس الوزراء عن توزيع الأراضي، احنا كنا قد أعلننا هذا الموضوع سابقا، واليوم نستطيع أن نعلن أن الموقع الإلكتروني الذي سيقدم عبره المواطنون سيجهز خلال أيام إن شاء الله، وهناك ما يقرب من 550,000 قطعة سكنية ستوزع على المواطنين، منها أكثر من 300,000 قطعة مفروزة وجاهزة لمنحها إلى المواطنين. هذا الموضوع وشيك الحصول إن شاء الله في الأيام القادمة. من قرارات المجلس هذا اليوم أن هناك شركة استشارية عالمية ستحدد لتشرف على المشاريع العملاقة، هذا موضوع مهم أساسي للعراق، مشاريع كبيرة عملاقة.
متلكئة وبعضها فيها مشاكل. ما لم تحدد شركة متخصصة في هذا الموضوع عالمية ذات سمعة وأعمال نظيرة، لا نستطيع أن نستأنف ونستمر في هذه المشاريع الكبيرة. هذا الموضوع كان منبثاً في أفكار الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، واليوم مجلس الوزراء صوت على جزء منها في تشخيص شركة عالمية للإشراف على المشاريع العملاقة. أيضا مجلس الوزراء اليوم صوت بمنح محافظة كربلاء 2 مليار دينار عراقي لتقديم خدمات للمواطنين في الزيارة القادمة، زيارة عرفة. هذا المبلغ هو مبلغ عاجل لتهيئة مستلزمات هذه الزيارة التي تشهد وفود الكثير من الناس إلى المحافظة. هذا كل ما لدي اليوم، وأستمع إلى أسئلتكم. السلام عليكم، مصطفى كامل، وكالة أنباء الهرم الدولية. سيد الوزير، طبعا بعد مبادرة الورقة البيضاء التي أطلقها السيد مصطفى الكاظمي، هناك بعض البنود تم تنفيذها وبعض البنود لم تنفذ، ومثل دعم وتشغيل المصانع والمعامل العراقية التي واجهت مشاكل عديدة، وأصبحت بعض المصانع التي تم تشغيلها أصبحت البضاعة مقدسة في المخازن ولم تسوق إلى الوزارات الأخرى. فهل الحكومة العراقية تطلب من الوزارات أو تطلب من المؤسسات بشراء المنتوج المحلي وحمايته؟ الشطر الثاني من السؤال، هناك زيارة بعد نجاح القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، وكتب لها نجاح، وبدأت الوفود المصرية في العراق. اليوم وفد مصري، وفد صناعي، يتجول في المصانع العراقية والمعامل العراقية. فما هي الاتفاقيات التي تم إبرامها مع الحكومة العراقية؟ شكرا. يعني هذا عمل سيستمر، ابتدأ في الزيارات السابقة، اتفق عليه وسيستمر. هناك مشروعات عديدة تخص الاقتصاد ستعمل عليها اللجان التي شكلت، أولها مثلا المدينة الصناعية المشتركة. هذه المدينة الصناعية المشتركة خصصت لها الأرض وشكلت لها لجنة وستستأنف الأعمال فيها. أيضا هناك مشروع تأهيل المصانع العراقية، هذا أيضا متفق عليه مع المصريين، خاصة فيما يتعلق بمصانع النسيج والأدوية وغير ذلك. هناك مشاريع طرق وجسور ومجمعات سكنية. اختيرت 3 مشاريع من أصل 15 مشروع، أحدها في عمرية الفلوجة وفي أماكن أخرى، هذه أيضا نعمل عليها الآن. وهناك أيضا مشروع الربط الكهربائي المهم مع الأردن ومصر. فإذا هناك لدينا قطاعات عديدة نعمل عليها، وبالتأكيد سيكون هناك تعزيز واستئناف لهذا العمل. السلام عليكم، معك حيدر الشيخ، مراسل وكالة الشفق نيوز. أستاذ العزيز، هناك تحركات سياسية وأيضا خلف الكواليس من تقديم طعن للمحكمة الاتحادية وأيضا من تحرك لتأجيل موعد إجراء الانتخابات النيابية. هل الحكومة والمفوضية الانتخابات، المفوضية العليا للانتخابات، مصرة أو محددة موعد إجراء الانتخابات؟ شكرا. شكرا على هذا السؤال. هناك مسؤولية لدى الإعلام في أن يتبنى ويأخذ المعلومات الدقيقة من مصادرها الأصلية. الحكومة قالت وكررت القول في عزمها واستعدادها لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد 10/10، لا تنازل عن هذا الموعد، وقدمت ما يبرهن على التزامها بهذا الموعد. لم تقدمه كلاما في الإعلام ولا تصريحات، بل بصفة قرارات صادرة من مجلس الوزراء، وقد أعلناها من على هذا المنبر مرارا وتكرارا في كل مرة نستضيف فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتطلب قرارا استثنائيا يوافق عليه مجلس الوزراء. 4 قرارات على الأقل صوت عليها المجلس في الفترة الماضية وأنجزت، وكلها تساعد المفوضية في إنجاز أعمالها بسرعة وفي تحقيق الانتخابات في موعدها المحدد. إذن الحكومة هذا موقفها، والسبب
من تمسكها بهذا الموقف أن من مهامها إجراء انتخابات مبكرة. من مهام هذه الحكومة حينما جاءت في الظروف التي تعلمونها بعد احتجاجات وحركة احتجاجات واسعة، هناك وعد بإجراء انتخابات مبكرة، وأعتقد أن من الجانب الأخلاقي للحكومة أن تلتزم بوعدها وأن تجري الانتخابات في موعدها المبكر المعلن، وسترون أدلة على هذا في الأيام القادمة على استعداد الحكومة لدعم هذه الانتخابات وإجراءها. في سفرتنا الأخيرة إلى بلجيكا وإلى إيطاليا واللقاءات مع الاتحاد الأوروبي ومع الناتو ومع المفوضية الأوروبية، كان هناك كلام عن الانتخابات ودعمها ودعم إجراءات الحكومة في إنجازها في موعدها المحدد، لا تنازل عن هذا الموعد بالنسبة للحكومة. السلام عليكم معالي السيد الوزير المحترم، معك أحمد خليل من جريدة الديالة الإخبارية. سؤالي من شقين، السؤال الأول: هل يوجد صراع سياسي في ملف الكهرباء وخصوصا في العاصمة بغداد تزامنا مع استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية؟ السؤال الثاني: متى يتم نقل صلاحيات وزارة التربية والصحة، وخصوصا هناك كان موضوع تأخير العلاوات والترفيع وكانت ضجة في التواصل الاجتماعي؟ شكرا جزيلا. نحن لا نتبع الضجيج في مواقع التواصل الاجتماعي، لدينا مصادر أصلية للمعلومات، وأنتم حاضرون هنا في قصر الحكومة ولديكم المدخل إلى المعلومات، فلا نتبع الضجيج الذي يطلع هنا وهناك في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه مسائل إجرائية فنية بالنسبة للوزارات فيما يتعلق بها. أما في مسألة الصراع، وزارة الكهرباء قبل قليل تحدثت، الكهرباء في العراق مسألة معقدة وباتت معروفة لا جديد فيها، الأزمات تلاحقت عبر سنوات كثيرة، وقبل قليل أشرت إلى ثلاثة أشياء: سوء الإدارة والفساد وفوضى التعاقدات. لم يكن هناك عمل منظم بالنسبة لوزارة الكهرباء أو بالنسبة لقطاع الكهرباء إجمالا في العراق وما يتعلق به من مؤسسات فرعية أخرى، بحيث تفضي بعد سنوات طويلة ومع كامل الميزانيات التي أنفقت في هذا القطاع إلى أن نقدم خدمات كهرباء واضحة وكافية للشعب العراقي. هذا أمر يعني يعترف به الآن من جميع القوى السياسية ومن جميع الحكومات. هذه الحكومة بهذه المدة القصيرة ابتعدت عن هذا النوع من الصراعات. هي حكومة فنية تعمل فنيا وتحاول أن تزيد إنتاج الكهرباء، وفعلت هذا، وقلت أن اليوم استضفنا وكيل الوزارة وأعطانا واقع المنظومة وأشار إلى زيادة الإنتاج حتى بلغ 21,000 ميجاوات. إذن لا شأن لنا بالصراعات في هذه المسألة، هناك جهد وعمل فني وفتح محطات جديدة واستئناف القرارات التي قلتها من على هذا المنبر فيما يتعلق بدعم الكهرباء، أصبحت معروفة ومعلنة أيضا. وفرنا كل شيء لهذا القطاع لكي ينمو ويتطور ويقدم الخدمات على أكمل وجه. عليكم معالي الوزير، قصيد دليمي، صحيفة صدى الدجيل. سؤالي: وصل سعر النفط للبرميل الواحد إلى أكثر من 75 دولار، وإلى الآن لم نرى أي تغيرات تطرأ على الواقع العراقي المالي المعتمد كليا على النفط العراقي. شكرا. سؤال عمومي جدا. صعود سعر النفط لا يعني أن ينعكس مباشرة على حياتنا وتكون زاهرة ومزدهرة. الحكومة هذه عانت من عجز في بدايات تشكلها. لو تتذكرون في شهر 11/2020 كنا على حافة عدم القدرة والعجز عن دفع الرواتب، والحمد لله شوي أسعار النفط تحسنت بحيث أصبحت العوائد النفطية تستطيع أن تسد هذا العجز وأن توفر رواتب الموظفين، الرواتب التي هي تحدي الميزانية العراقية. مهما بلغ سعر النفط نحن أمام تحدي دائم على حجم الرواتب التي ندفعها. وأيضا الآن شيئا فشيئا الاحتياطي يتصاعد عندنا وينعكس في هذا التصاعد لسعر النفط. شكرا جزيلا لكم.